ومن المعاصي المنتشرة أيضا في هذا الزمان من غير شرب الخمر ومن غير الربا تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، وكلبس كثيرا من الرجال الذهب في أعناقهم وفي أصابعهم وفي خناجرهم، وهو حرام عليهم. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هذان محرمان على رجال أمتي ومحللان لنسائها، يعني الذهب والحرير. ويقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. لقد عظمت الفتنة بالنساء في هذا الزمان، لقد تبرجن في الأسواق وعرضنا أجسامهن أمام الرجال، لابسات أجمل الثياب، متطيبات بأزكى الأطياب، ومشينا في ملابس ضيقة تبرز أعضاء أحجامهن. ومنهن من تذهب إلى محلات التجميل ويتولى تجميلها رجل أجنبي، ومنهن من تذهب إلى دكاكين تصفيد الثياب لتأخذ المقاس الذي يناسبها والتفصيل الذي يلائمها، ويتولى معها ذلك رجل أجنبي. ومنهن من تذهب مع رجل أجنبي في سيارة أجرة أو خصوصية، تذهب معه وحدها بدون محرم. ومنهن من تذهب إلى الطبيب في العيادة بدون محرم ويخلو بها الطبيب. وأخريات من النساء يعملن مع الرجال في المكاتب وفي الشركات وفي المحلات التجارية وفي الدوائر الحكومية، اقتداعا بنساء الدول الكافرة، الدول التي لا تقيم للإسلام وزنا ولا تحسب للأخلاق حسابا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرأة عورة فاحبسوها في البيوت، فإن المرأة إذا خرجت إلى الطريق قال لها أهلها: أين تريدين؟ قالت: أعود مريضا، أشيع جنازة، فلا يزال بها الشيطان حتى تخرج من بيتها. وما التمست المرأة رضا الله بمثل أن تقعد في بيتها وتعبد ربها وتطيع بعلها. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء، وذلك بقلة طاعتهن لله تعالى ولرسوله ولأزواجهن، وفي رواية ولأوليائهن. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة في بني إسرائيل كانت في النساء. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يستغفر للمرأة المطيعة لزوجها الطير في الهواء والحيتان في الماء والشمس والقمر ما دامت في رضا زوجها، وأيما امرأة كلحت في وجه زوجها فهي في سخط الله إلى أن تضاحكه وتسترضيه، وأيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن وليها كانت ملعونة من أهل النار إلا أن تتوب.